بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي يونس، كنشتغل كمراقب في شركة سيتي باص مدينة فاس. البارح على ما أظن في 7 ديال الصباح، كيف العادة جالس كنراقب واحد الحافلة، الرقم ديالها 12، كتجه من مفتوح لاتجاه فلورنس. طلع واحد جوج ديال الزبناء، ملي طلبت منهم انهم يؤديوا الواجبات ياخذوا التذكره ديالهم رفضوا. بقى عليا واحد عنده اللحيه هنايا، قال لي انا كنبيع السبرديلات، واش ما كتعرفنيش؟ انا العالم كيعرفني بداك الهضره ديال الصلاعك. وواحد عاوتاني بقى عليا انا سيكيريتي انا هادي. المهم تجادلنا في الهضره، لا ما دوش ما تهداش، بقاو عليا اصبر تتهبط الارض، بقاو كيهدوني. قلت انا بقى لاغي هضره دايزه. نزلت بحالي من الحافله، الحافله مشات بحالها. انا نزلت في المحطه ديال الباب مفتوح، وقعدت واحد الساعه كنشوف واحد شدني من هنا، داك لي العمل ديالو سيكيريتي شدني هنا عاوتاني ومودني. هي كيما كتشوف الضربه عندي هنا في ودني، ما عرفتش واش غالبا تكون غير الضفر. واحد الساعه جا الاخر داك بو الحيه هز جوج حجرات. انا قلت ما غاديش يشير عليا، شير بالاولى خويت لها، الثانيه كتجيني هنا في اليد ديالي، راه تهرس باليد ديالي هي هذيك. طحت في الارض، فاش طحت في الارض كان درت هكايا، بقيت كنغوت وكنشد في سميتو. الله ديت هذاك بو الحيه، جا شي حاجه بجيبو جبدها، بدا كيبغى يشيل عليا على وجهي وانا في الارض هكا باش يسميتو. انا خفت ودرتها، جاو لي جوج ضربات في يدي في نفس اللحظه. في نفس الوقت لو ما كانش التدخل ديال الامن، كان هذوك الناس هذوك غادي يقتلوني، غادي يساليو معايا. داو دا البلطقه الاولى، درت المحضر ديالي، قالوا لي سير جيب الشهاده الطبيه، ودار الراديو على يدك. يا ديك البارح مشيت درت الشهاده الطبيه دي عفوا درت الراديو ديالي. اليوم في الصباح درت الشهاده الطبيه، دفعتها لهم، عطاونا بان نهار الاثنين ان شاء الله غيكون عندنا التقديم عند سعاده وكيل الملك. اليوم احنا كيف العاده غدينا هاد الوراقات للاداره، ونقول لهم شنو كاين شنو كاين في شارع مصر. تما كان الناس ديال الاداره مجموعين. واحد الساعه كنلقى هاد بو الحيه وجاي معاه مراتو، كرشه قد هكا كبيره بزاف حامله، والاخر عاوتاني معاه. واش نقول لك ختو، نقول لك مرتو، الله اعلم. داك السيكيريتي جا باش غيستعطفوا الناس ديال الاداره. انا رجعت هكا يلاه، بقيت كنشوف، بقاو كيهضروا. واحد الساعه داك بو الحيه بدا كيهضر بالغوات. جاو الناس ديال الاداره قالوا له شوف، حنا لا علاقه لنا بك، ما ضربتينا، ما ضربناك، انت ضربتي واحد موظف خدام ك سيكيوريتي في شركه سيتي باس، يعني كونترول، ضربتيه، هرستيه بيديه، تكرفستو عليه بجوج بيكم، تحمل المسؤوليه ديال غسيلو بيناتكم وبينكم وبين المخزن. صافي. واحد الساعه ملي ما عجباتوش هاد الهضره شنو دار؟ قال لهم انتوما هكا، وانا نوريكم يا المسخين يا الكلوش الشعر. بدا كيسب، وقال لمرتو دفعها هكا، دفعها مع حامله، دفعها كيقولها يلا طيحي طيحي، صيفطها بالحبس. كي هو غادي يصيفطني للحبس. صافي هادشي اللي وقع. انسحبنا مشينا بحالنا، خلينا كيغوت تمايا، بدا كيتجادل مع مرتو، كيقول لها علاش ما بغيتيش طيحي، علاش هذاش، وبقى كيغوت عليها. وحنا ما تسوقناش الامر، مشينا بحالنا. الله ياخذ فيه الحق، كيما ضيعني من يدي، الله يجيب ربي اللي يضيعه. وكنتمنى انا من الله ياخذ لي حق المخزن، ونتابع داك الناس هذاك، وبالخصوص داك بو الحيه تعدى عليا وتكرفس عليا، ما غاديش نسمح له. وكثر يا هاد الليله ما بغاش يديني النعاس بقوه الحريق اللي في يدي. يدي كتالمني بزاف، وتصور هاد جوج ضربات اللي عندي في يدي، وكان جاو لي في وجهي وخسرني من وجهي، شنو غادي يكون المصير ديالي؟ الحمد لله ما كان سكر، ما كان شرب، شو يدي صافيه، ما عندي صوابق، حتى انا يا قاري الحمد لله، حتى انا متثقف، ما نكلو الشر، ولو نكون كما قال هو، قال لك ها كيجيو يخدموا غير اللي ضاربين ذاتهم، غير اللي ضرب اللي مضرب في وجهه. بلا هذاك اللي مضرب في وجهه واش ما عندوش الحق يخدم؟ علاش ما يخدمش؟ يمشي يسرق، يمشي للحبس،
حشومة علي يقول هاد الألفاظ هذا، وبقى كيهددني كيقول لي هذا ضربت 8 سنين الحبس وغنضرب عليك شي عامين واحد اخرى تالي نتايا. حشومة علي، اش بيني وبينه؟ هادشي كله على 2 دراهم ونص، حيت داك الخط هذا كيدي بجوج دراهم ونص، باب مفتوح في لورنس الرقم 12، ماشي شي حاجه. كون كان اداها ما غاديش نطيحوا في هاد المشاكل هذا وضيعني انا جالس دابا. شوف شوف الحاله ديالي كي دايره، كنتالم. الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها.